الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتاب جنى الفقه المنهجي وعند كجرنا حوالدي يمشروعية ديدي وعلى علماء وقد أجمع المسلمون مسلمين دو حيكو اجمعانا يسكوا فقير في مختلف العصور عصورتي يحل يدي كالقدسنا يصمرين إلى مال كأنن على مشروعية الحوالة حوالة دوين مشروعتهاي وجوازها يين بنانتهاي ولم يعرب مخالف في هذا إذ خلاف صلى رنت أصنع لم أغانن حيرا هو دليل قادر كتابك إلى يعني حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يسنه سيات الماوي وحكى له الدليل إجماع علماء المسلمين دو أيكو كران سيهين عصور دي كالقدس نايدة أي صوم مرين إن محوالات دا النوع عاسي مشروع تاي أي بنان تاي عدي دي أو خلافتين لما أغانين وجمهور العلماء هدو علماء جمهور كودو وحيكو تيين على أن الأمر المذكور في الحديث بقوله فليتبع وقوله فليحتل أمر ندب على أن الأمر أمر ندب ويهيب واستحباب لا أمر فرد وإجاب أنواعين وعليه سيادان قسع النفو من كان له دين على آخرك دين قسع هذا قف قره فحاله المستدين كما رجع دين ميسن على غيره وكوره يتشيو استحب الله وحا الله صنع يقبل هذه الحوالة إنه أقبله ولم يجب عليه داره كاسرك وهاتشي بمايو بل ويعتبر في هذا الاستحباب وحا الله اعتبارنا إياه أن يكون إنه يهي من وحيل عليك لقوه ريتشي لدينه أما نحيل عليك لقوه ريتشي لديه يكدي سواء إنه يهي ما يفي بدين المحارك اللقوه ريتشي دين ديسا وحوكو قذكره وأن لا يكون في ماله شبهة مالكي سواء إنه شبهة قصونين فإذا لم يكن لديه وفاء وحوكوه فيه بدين المحارك اللقوه ريتشي دين ديسا هدي آنوها يسنين أو كان في مال شبهة يكجرته لم يكن قبول الحوالة مصعبا في حق المحال مركا كان لو رجني حقي سينو أقبله ما هم مركا مصعب معها وحي لي العلماء جمهور العلماء وحي كتاقين أمر كان حديث يكسى أروري النبي صلى الله عليه وسلم يلي متكين حديث الراعيه أما متكين هدي لقوة ريتشيو دينتي وقفكم كلها وقوة ريتشيو مدو حريصة هرع أما هو ريقو أمر كاسي وحي ليهين وأمر ندب واستحباب أمر سنة نموي إلا أصل قوحة الأمر للوجوب حق مركة وصولك الله نقاري الأمر للوجوب بالله إذا والنهي للتحريم كان لكن وأمر ندب واستحباب لا أمر فرد وإيجاب معها لأنه يسوي قبض كل أيهاي دم ذي سايدين دي وصاراً داي ديوعو كقوريه كراون فالي هنشيسة وكالفراشة مركة النبي صلى الله عليه وسلم كالفرانة يرشاد فضايدين وي حتى ينصدى حتى بانه لا نوحي لايهين أولي لا نوحى سنة إما هواجبين وريقوا مركاسي وحي لايهن قفقوا حتى يوصل لدين قف خلق قفكي مركة دينتا لها المستدين كاها دينتا ديما إسرائي قاما إسنابا وحكو ريتش على غيره إدكالو دين كله يبكو ريتش وحلوصو نيامي لي قفكا سي حوالة داين واقبلا واجب ساكو معها بل وحي لي وحلو اعتوارينا يا سنة نمضا حتى اللبا قضبا لو اعتوارينا مركة لي ايوا سنة اينا عدا وكو ريتش اتكو ريكتا وصنة يكوتو ويكوانا كسندي مركا لأولاي هاي وإن لما شرط الله قهرا مدوياني قفقان لقوقو وريتشنا قف هيا وحو دينتا هذي كبحيا دينتا كان لوريتشنا وحو كبحيا قف هيا وينو ياي قفقان وحبه من كوريك واجب اسكدا صنة ما ها حتى إلا دقبشا دي حدا دادو أقبشا ترادانا أقبل يسكسو يقورتو حالي ويكوتا الله لكن حتى صنة كوما أها فر لي واجب اسك داي مد لباد دي قف هنتي سي وها اي حلاله وينو يهي قف وخي سبعاد كشكيسد لا لوش يا هنتي امادات يا وحو دحاي وحو جيران
أما السيارة هي شادية بلية باص واحد ديجا واحد سلنك شقيني وياي أو كل هذا الكاسان كله هيك قاضو ما يمي هذا كي قاضن ما يقاضو كي قاضاري وحي يسي وي لأنه مالك يسي بقى شو هي قصور برا قفقة هذان وحكم بحيانا نهينن مالك يسي نمر قامال ده حراله خالص ودك ته نهين إن هذا أقبشا مصاحب يبصون كوماهم أركان الحوالة وشروطها أركان ده يتيرر كي حوالة دولة ضحي هي شروط ديدا للحوالة أركان حوالة أركان بين لا ضحي تقوم عليها يسكو تاجي وتتألف منها إيك كوم وكل من قصوا من هذه الأركان كم ذرة له شروط ما وصغناتي تتعلق به كتعلو غيسا وإليك وحى بمعنى خذ وحى الغلطة بيان هذه الأركان أركان دين عدين ديدا مع بيان ما شيء عدين دلقبه يتعلق بكل منها كتعلق يمتك سوى كم ذو من شروط أه وحيلاي العلماء حوالد وحيلا ذي أركان سيد عقد كسيه الشيس كسول لقال أي أركان يتيرروا لا يهي أي حوالدنا أركان يتيرروا لا يهي أي كتاقن تاي أو أي كوبان تاي متك سو أركان داكا من الشروط لحريدو لا يهي مركا أركان تي إيو واحد متك سوي حي كتعلوق أيهي ما يتعلو بكل منها متك سو كم دا أركان تو من شروط دينا يقب بكلية مركا أركان دا حوالدو واليه محيل إيه محتال إيه محال عليه دين للمحيل على المحال عليه ودين للمحتال على المحيل إيه صيغة وإيجاب يقبوله وحين أنني صدي حقف أيها دين سكوله مثلا أني قف بها دين يقوله أن قف قران دين كسي الله يحي قف جي دين تيقوله هذا وحن كوه الشينا إنه deynti uu galaha inaan ku wareejiyo qofka saddexaad inaan u kuleeyahay marka waa saddex qof idan marka qofka deynta aniga igu leheen wareejinayo muxtaalna waa la yiraahdaa muhaalna waa la yiraahdaa imika muhaal buu kitaab kale noo dhigi doona muxtaalna wiina u sheegi doona aniga wax wareejinayna muhiil baa la yiraahdaa qofka wax wareejinaya sareena soo kaleena muhiil baa la yiraahdaa qofka lagu wareegay ee saddexaad ee deynta anigu aan ku leeyahay qofkii igu lahaan ku wada jiray maxaa loo calayhi baa la yiraahdaa waxa kaloo shardiya deynun lil muhtali ala al muhil kana wareejinaya deynu aniga igu leeyahay waa rugni wa deynun lil muhil ala al muhal calayhi deyn anigu aan ku leeyahay qofkan kale labada deymoodna ayana waa rugni waxa yimi siiqadii oo ayadu ijaabkii qabuulkii dhexmarayay muxtaal ama muxaal iyo muhiil dhexmarayay sidaasaanu arkaanta inoogu sheegi doona waxa uu yiri waahid al-muhiil wa wareeji huwa muhiila al-madin wa qafqa qamaysan alladhi kaso yuhiinu da'ina wa ki deynta kulaha bidaynihi deyndiisi ala ghayri cid kale ugu wareejinay way ويشترط فيه وعلى شرط أن يكون أهلا للعقد إن عقد أي ورجنت أهل يهي وقلمه أي أن يكون عاقلا بالغا وإن يقف عقل له غنقارا فلا تصح الحوالة ما أنصحيس من المجنون والسبي غير المميز يسبي وحبك القرنين لأنه في حكم الذي لا يعقل حكم كان عقل إلى هين بل مديه والعقل شرط شرط أي لصحة ممارسة التصرفات تصرفات كلمات جود يا مارسد وذا شرط بؤيه وعلى علماء الرؤية كواد ومحيل ووريجي وقف جن ديميسا قف جي دين تكلها دين تسعد كرقول كريم محيل بالله هذا وحنا الله شرط يا قف جا وحوريجنا يا إنه عقد يا وريجن دا يهشيس يا جلد يا أهل نويهين معناه وين قف عقد ليهين qof qaan gaar waa inuu yahay haduu ila mid waalan oo deyn ku yaratu ilaada hebel ka qaado ama sabi aan waxba kala garan in hadaa deyn ku yaratu guraado cidda ka qaado waxba kaba jireen weeye kanan waxba sabi gara waxba kala garan in wuxuu la mid yahay uun deekan marka aqliga lahayn aqliguna shardi ayuu yahay tasarufaadka maaliga
مرك الله صبيني يلا لما لسه يشرد يبويها اثنين المحال كلا بعدنا روني الوال وريتشي وهو داين ودين لها الذي كاسو يحال بدين دين ديسي لو وريتشن ليستوفيه من غير مدينه كي دين تقولها ميدانا كي دين تقولها ميدانا يسوق قتو أي هو الدائن وكي دين تقولها للمحيل وريتشي الذي كاسو أحاله كوريتشي ليستوفيه دينه من غير نقاصه ويقال له أيضا المحتال لوالا أي طالب إحالة كيد البيب ويسترد فيه أيضا يسوح الله الشرطية أن يكون أهلا للعقد عقد إنو هلو يهي أي أن يكون عاقلا وإنو يهي لأن قبول المحال كان محال قال لمريتشين يقبل تاقيسه من أركان عقد الحوالة حوالة عقد هذا أركان ذا يكمدي وغير العاقل كيان عاقل كاين ليس من أهل القبول أقبل ذهلو معها وأن يكون بارقا أيضا وإن يميد غنقارا لأن قبول السبي السبي أقبل التانكي غير صحيح ومنها صحيح حيوي ولعدم اعتبار أقواله أقواشي سأيان لاعتبارين في المعاملات الشرعة معاملات الشرعية لما اعتباريه وعلاي العلماء رقني قلبات ومحال ولوريتشي ودائن إما كان مدين كي قام يصنابها كوري كان نوى دائن ودين له وقف قادين ترى إلا وليتشين يدين ديسي سوى كيو دين تقول حامد عن هاي نوغا قاطو وقف قادين دين تقول كوريتشين إيا إيو كوريتشي عيد كلا سيو دين ديسي عيد كلا وغا قاطو كان محتال لوا ليلا محتال لوا ليلا دا محتال لوا ليلا دا يعني كتب دي فقه هذا هرانا المحتال بو بيالا وحنا الشرط وقع إنه أهل العقد ويهي بمعنى إنه عاقل يهي قف عقل لو إنه يهي لأنه وحي لين محال كان لو وريتشنا يا إنه أقبل من أركان عقد الحوالة مما لا بد لعقد الحوالة إما ركن ماها أقبل تاجس ركن ماها من ذلك قارك أبي ركن جوحة يستعمل أنفق هذا ما لا بد شرط يقول كلام مركا روني بيا مركا شرط ورانيا مركا روني هي شرط يستعمارية مركا إنه أكبر كل اللي وريتشنا إياه وحيالها اللي قام مرمان كعقد حوالا ذا يمكن مديه قف جن دين تقول هدار وكل أقراني قف كلام كاجي وريجو ما وريجي كرام وما وريجي كرتين قف جن عقل كائن أهل القبول ما أحب ما أكبر كرام مره دانو قف عقل لحن أحب ما أكبر كرام مره دو علي يا إبو أكبر يا ما أكبر ترى الله ورانيه وينو قنقاري هاي كله وريتشنا يا محي لا يسبي أقبل تانجي ولا ضد دين دا قولا كاسان كوريجي يا ما مين صحيح هين وحي هذا الذي سحق معامراتك شرعي هان لما اعتبار يبو ثلاثة المحال عليه واكل كوريجي يو وهو الذي واكل يلتزم إذا لازمنا يبي أداء دين وجوده للمحال كله سوريتشي ويشترد فيه وعلى شرط العقل والبلوغ عقل يغنقار بها لو شرطها فلا تسحب العوالة على المجنون ما انسعيسه ولا على السمين ما انسعيسه ولو كان عاقلا مميزا بها هذا لأن التزام الدين دين سلازمتين وأداؤه يقدد فيه معنى تبرع معنى تبرع يهرى لقيس الشيء قصوا وغير البالغ العاقل كأن غنقار كعقل يقراه إن لا يسح منه التبرع تبرع وحلا لا كما انسحيه وعلي العلماء مدنا رغنق الصدحات نوى محال عليه وكل قوريه إساقنوا إسلازمين أي دين تأينو السيقف قلنا سوريتشي مركي أرى الدين تقف با كلها حد نوحو أقلان يا دين تقف قلنا كلها إنو كان كلو سوريتشي السيو وحنا الله شرطيا كان لقوريه يرى إنو عقل اللي يقانقاد نيحي دين تأذي قلها يذهبل كوريه واني وعلمبا دين دي هذه قلها هبل كوريك وامتيره السبية ما صحي حتى وحباها كلا قرره السبية سيهم لأنه إنه استصاروا إلى هذا الدين تا وانو قلها يو أنا بحيرايا وحي كدقاتي معنى تبرع يفضي ذين قفن قانقاد لحينا وعقل لحينا تيه تبرع بك أنسح مايو إستيقى اللبدي صال لقب بحيرايا يودي ولي جيسا كب بحيرايا وهدوه انت الله يهي كب بحيرايا دي سكو حبب بحيرايا
أربعة المحال به كامران ودينتي ووحي لوريتشني وهو الحق الذي وحق يكون للمحال محال قصقنا ذي على المحيل وريتشي قصقنا ذي أو يحيل به وكو وريتشني على المحال عليه محال عليه وكو وريتشني ويشترد فيه وحلو شرد أن يكون دين إنه يهيب أو فلا تسعو الحوالة حوالة ما أسعد بالأعيان القائمة وحيالها أعيان تاهي مغذئ التاقن لأن الحوالة نقل حكمي ونقل حكمي لأنه نقل وارد لما في ذمة وحيد مدى كسرى إلى ذمة أخرى لره والنقل في الأعيان القائمة حرد أعيان التاقن للحرارة حقيقي ويلا حكمي معها لأنها لا تثبت في ذمة كبسوناته أو فلا حوالة فيها حوالة كبسوناته فإذا حال مرق وحال أيوم ليستوي فيها عينا قائمة سدوا أبصرك سجادة مثلا أو غسالة بوياني كانت وكالة لا حوالة وكالة نقول إيسان وتثبت في هذه الحالة أحكام الوكالة يا سقمية لا أحكام الحوالة ما سقمية وحيلاي العلماء رقنق أفراد وهو يمحال به ووحن لو ريتشين أيوه دين تيبا وان لبدا يمود دين تأولاه يهي قفقا محال كيال لو ريتشين أيوه محال به بالله إله هذا محال عليه دين تلقوا له يهينا محال عليه بالله إله هذا ودين تلقوا ريقي مركا دين تلقى هذا أيوه دين تيبا محال به دين تيبا لو ريتشين أيوه محال عليه دين تلقوا ريقي بين قرصات لولا بنا وكال لي أوحو لي محال به وحقا وقفقا لو وريتشين ايا كن وريتشين ايا كل ايهاي او كن وريتشين ايا لو وريقها صدحاد ايا محال به ايا ربنيا وحان الله شرد يا بينا دين كوين الدين يهي وحان وقفقا كل ايهاي اعد وريتشين ايسا قفقا كرك وريتشين ايسا وين الدين تهي شيء عينه مغتوى الى ان نقنن مر هادين ودا وين الدين تهي دي ديننا وحن بوقدم اها وواحد مدان صارنا مشغول كو اه حوالد مرها كوما سعد بلا عيان القائمه اعيان فهي اشياء مؤقته سيده وجرت يعني ورجيدهدو كوما انصحدو لانه وحي لين حوالد وا نقل حكمه وار هرد حكميه او وحي دمداده كسغناي مثلا $100 با قفقر كولها $100 دينتاه دمداده سارنا ايا $100 قفقر كولده عاد غورينيسا مركا وا نقل ير هرد حكميه النقل في الاعيان القائمه هو نقل حقيقي شيء قفاد مثلا كولده هيده غاري كسو وريجين مركا اد كسو وريجينيسو وهو هو نقل حقيقي نقل حكمي معها لانه ده شيء عينته يديمه كما سغناده شيء عينته يديمه كما سغيسي سو تاغي حواله مركا كما دحدو حدو مثلا كما سوقاد قف غاري غاري بو ده كو ليهي قف غلود غاري كولهدهي اياد كو حاليسي waxay la yiraahdaasi hadii aad wareejiso si uu ayn qaymo seeda u taagan marka aad ugu wareejiso waxaad leeyahay gaariga aad ugu lahayd walba gaar ku lahayd ka qaado ama yaani qofkii sijaada kugu lahaa ayaa tii sijaadadii yaani kaasan ku lahayd ka soo qaado oo kugu wareejiyo ama masare qasaalad bay salaam ama talaagad ayuu kugu leeyo talaagadii kaasan talaagada qasaas ku leey ku wareeg baatiri waxay leeyihiin waxay noqonaysaa wakaalada xawaalad noqonaysaa waxay noqonaysaa wakaalada xawaalad noqonaysaa macnaheedu waxa qofkan uu wakiilatay inuu kaaga soo qaado gaariga ama talaagada ama qasaaladaadi marka uu kaaga soo qaado kadib de hadaad adigu marka ku heshiisaa inuu gaariga iyo barha ugu aad ka siiso deesaa isu siiyo marka laakiin shaygii oo cayn ah yaani la isku xawaalayo oo waxay leeyihiin arindaasi wakaalad baan u soo xawaalad noqonayso mar hadii aanu dhig waxay noqotay wakaaladna ahkamdi wakaaladda yeelasho ahkamdi xawaalada yeelan mise ahkamdi wakaaladda ahkamdi xawaaladuna dewa loo cabdiyo kala duwan
بأن يكون الدين لازما دين داس وينتي دين لازم هو سقناتون دعينين كثمن واب العقدي بعد تسليم المبيع شيء مبيع ده هاي اللي يبني انت لدي مد بدي وانتهاء مدة الخيار مدة الخيار خراء ايضا ما طيب او الى اللزوم وينو يهي دين صعطاو الى نيس لازم ذي يمر كاسو ناشو كثمن واب العقدي وفي زمن الخيار زمن كي خيار كي يحلي خيار كسو لانه يقول الى اللزوم بوصع ده بانتهاء مدة الخيار مدة الخيار مخير نماطو وهذا هو الاصعو كاسرك اسحاوي فلو حال البيع كيبي أحدا هدو على المشتري كي وحكي بالصدي وقصي حاليو ليقبض منه ثمن سول عقتي وققاته صحة الحوالة حوالة وانصعيسة وقيل واحد إلا تسعو الحوالة وما انصعيسو بثمن العقتي اللي سو حواليو زمن الخيار وقته خيارك لأنه دين غير لازم دين لازم هيوي وحيلين علماء وحكى له الشرطية دين اللي سو ريتشينيا وإن أي تاي دين لازم هو سكان وإن أي تاي لازم تاي أو أن لجنة غير إنه وإن أي تاي وما حيصير الله عقتها وحلو كريب سري أنت شيء ما بيعده هانا قف جيب سريك عند اللوج اللي يي مددي خيار خلاص إذا ما تاي هدي شيء لك كريب سدو مثلا كسوق قاد بنف ولا بل كريب سري مددي خيار كله الله هانا وإذا ما تو مالني يلا بخيار تو وإذا ما تاي خيار وشدي خير مش سوى ورد ماذين قفقي وحلقي قفقي وحيب سدين الشيء قيب سدين يقعنتها لوقلي لكن العقتي أيان ولي بحنن العقتها لقول له يهي قفقا قفقي بايعي يبي قفقا لو ورنك راكا قادم مثلا دير سيلدي أيام ما أنت نافريات قفقي قيب سي كسو قاد بقل دولار بات كوية لطي شيء يقعنتها دوقلي سي خيار نمتشلو وخيار مش كده خيار شرط لما يدان قبصنين قفقي مركاي بايع وحن يبي قفقي يبسدي وحوران كرا هبل او هبل بان بقول دولار كله يا هاي كقاعدة دين تي هذا يقوله هيدو هبل بان ناس هكذا يفكي يبي كلام تقدونه والله ورا كرا أو عيلة اللزوم بينه مركاد يلا عقد هسوا العقد وضيهم فسخده ما يمكرين رماتي أو عيلة اللزوم نوح لو قد شيء ده كثمن في زمن الخيار وشيء قال لك هلا يبسدي لعقتيسي لكن خيار بقى شنو قف والله بقى شنو قبصة لا بدي عشان ضمانين لعقتي قف قال وات كسر حالين كرتها لأنه واحد ليه أيرون إلى اللزوم ينتهي مدة الخيار ده وهو صعدا لازم ده مدة لا بدي عشان مركز رمضان يعقد يقول كذا لازم أيام هذا هو الأصح كاس يا أصحابي هذين كاسيد هذا دو قف بايع هاي شيء نبي يقف كي كريم صدي وكسر حاليو سو لعقتي وقعت ساعة الحوالة قيل باوع لي حوارد بثمن كما صح زمن الخيار مر هدو خيار بتاغن يحي شيء جي لغا يبس شيء غادي بيسي لعقتي سي عيدك حوارين كرتي انت وخيار تاغن يحي ما لا ما اسك سويغي اي تاغن تاي لانه دينتها لازم معها وحب دعي كرتا ديقفينا واديان وريجيه كينا وحب دعي كرتا انه شيء كنقضو marka de qofki qofan waxba lagu lahayn ayuu noqonaya qofki mar hadiinta qura waxaad u dirtay qofan waxba ku lahayn wa tasihu al hawala bi dayn wa yahwaay sugna isawe ansaxaysa wa ilam yasqir rabu adudi yani waliya rusulan be ka sadaqi qabla dukhul wa maharki qabla dukhulka wal ujra iyo ujrada iyo mushqadi qabla mudi mudati al ijara iyadoo intii wa thaman iyo lacayti qabla qabd al mabii مبيع دين تان قانت اللي قد يجي كور وحيلين حوالده ويخصونا تابد ديني دين واللقوة رأيك رأمو واللقوة رأيك رأ ولو دايانو ولي سقنان نبقى كصداق قبل الدخول إما كهوانا إذا مركز المهرية مهر لا قبطو دي مجلد كي لواد بينو خصو مرنيا وحو مهر كاسي خصونا إما بالدخول وإما بالموت إسألك أي سركان نكي هوين هذي أما با يعني قيري بتخد انتم أيوك الصق معه مهرك وإلا ذو واجب لكن دي لكن وفرين با إيمان كرا يغون إسألك وحيالك وإيمان كرا مركا وادين سقن وادين لازمة لكن ورم سقن وحيكو سقنان إسمان قال مركا مثلا دي هوين هذي يعني هوين هذي أكره دي وي كوري تشكرتا مركا نينكي
عدين كورة بيكولة شكرا يسرى مهرك يبانك عسايا يعني كورة يقول أنا كرتان ونجرة قبضة مضي الإجارة مدة الإجارة لما قبضة وحكرا كرا يستيين قفقي شيء وكراسي أما قاري دي مقري هذي ولا وريق مدة دينا دائم كون باي بلاب ميسا بريا صادا بيا بشك بلاب ميسا ومدة دي صعوتا سين هروسا مريبا شيئا فشيئا باي وجردو سقناتا شيء هذا لك راك رئيسي بقى لعك تيسي أيو كسر وريتشين يا قف يقول لي يي هم البنك يقولي كلا يا بقول دار بنك ولا شيء دين تاخ قاضو ورينا ما يسقناني ودين لازم تي لكن دين يقولي كن الدماء دع كرتوا أما هو حنلو حنقطع بدع كرا دي هلك اسكوي استجت ثانو بيكون صحيح وثمان قبل قبض المبيع لما قف هو حكري بسدي لكن وحي قف جن لقي بيا مبيع ده هو لي أنك عن تلوج لينن لعقتها وحلوك ريب سري أيضا لو يكون صحدا خمسة صيغة مدينة وحوية وصيغة ورغني شراد وصيغة وهي الإجابة والقبول وإجابك يا قبولك فالإجابة أن يقول المحيل إجابك وإنك وحوريتنا إلى هذا أحلتك على فلان هبل بانك وريتي والقبولنا أن يقول وإن إلى هذا المحارك إلى وريتنا قبلت أو رضيت ونقبل أموان خرها لنقضي ويشترط في الإجابة والقبول وعلى الشرط أن يكون في مجلس العقد مجلس العقد إنا يا هذا رغني عشان هذا مركا الله بك كوبان اللي حكون نقول يا مركا واسيقة يا نواقي حوالدة أو واحد نقول إذا إجابة يا قبول إجابة هو حوي كي وهو رجني يا ولا يا هبل ودين تي هذا يقول هيد هبل بنك وقول رجني أقبل دونا وينو إلى هذا كان لو رجني ورقبل يا مركا اللي بنك هاي وحنا لا شرط يا إيجاب كايا قبول خاصي مجلس كعقد يا هشيس كحوالد لو غلاي ان كدعان خيار الشرط وخيار المجلس خيار لودا خيار ان حوالد غليان ان ان غلين ويسرد في عقد الحواله وعلى شرط ان يكون باطن انه يهمد قوان فلا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس ولا خيار الشرط بدنا ما قالوا اما خيار الشرط فلان الاصل فيه ان يثبت وين السكن هذا في العقود أيوه السكن هذا لحماية المتعاقدين لابد أن قف عقد وذكر من الغمد كذا لقى إلى الأيام وعقد الحوالة لم يبنى لقمرس على المغابنة مغابنة يمرك غمد يمرك استجد لقمرس وإنما هو عقد للإرفاق والمعاورة وعقد مرك رفق لمرسين يمعاون يعاون له سمي وما خيار المجلس فلأنه يثبت في بيع الأعيان بقصر هذا والحوالة بيع دين بدين ودين دين لقوي بني على الصحيح الدين قبلنا وعليه العلماء والله ذي خيار أم ذي خيار مجلس هاي مرك مثلا وحلا كريب سدوا أنت إلا بدو قفوة تشوغان خيار كي قصر هاي نمتك ساكن نغن كرو إيا خيار كي كلا خيار شرط ها أمرك وحلا كريب سدوا قف قبنا نريد لبا أما صدع شيء نسكسو إيغو لابد خيار مجريان حواله وحيلاي العلماء ذو مجريو عقد حواله ذا خيار مسي خيار شرط تونا مجرو وح الشرط عقد ياسي إنه قعين يحي مرها دي حواله ذا لجرو أو سيقنا تبادو كي مركان لوريتشيني هنا وقبله كان كنا وريتشيو ما أنتون هؤلاء شو خيار مش ماله ما رين يلا ما نكسر فكري قبل نكسر دوان صور رئيسنا يسوع حب حييو تاسين ما جرتو خيار الشرط وحان وقلين بي لايهين أصل كخيار الشرط وحان لو سميهي حق عقودة دائين لبادن قف لغا إلاليو غبني يكذين يسكو سميهان يدقيد ووحا قفن خيار كاللوسية مالن يلابين وكسو فكرو هدي وحو يبين يلابو دعاي أما وحو يبين يدالا دعاي إنو مركا دي چلو تاقنادو وكان عنخرو مركوال لحماية المتعاقدين من الغبن عقد الحوالنا دي مغابنية غبنية كذا كما بردستنا وعقد الوسبة يمركي صهربة إرفاقية معاونة وايس عاون وريو دين دي أذيقو رحيد أنميت كلام كله يا حي انت عن كاكر قصوك هذا نظيم هكو كتوكو هو دين تي دوني نياو إدافو هبل قصوك هذا انت نظيم قصين لها أنك كان ندوني لها حق نكوري وعقد مركا لوغو ترقري إرفاقية رفقية ترد هي معاونة لوغو ترقلي وي عقد مرها قبل نبا كوز جرو ما أما خيار المجلس سقا
ده وحو كسونا ده خيار المسلم بيع الأعيان مركة أعيان لك ليبسنا يوم حوالدنا وبيع دين بدين على الأصح ودين دين لقوي بالنيوم مركة التكييفين أيام أما قابين أيام حواله وحي لذين ودين دين لقوي بالنيوم دينتي وقفك لكولها أيها ده واحد كيجي بسي دين ده أتكاك لكولا حيد ساسي مركائي بكل نقطة أصحبونه إلى مقابل أصحبه واستيفاء بولي وأفسشه ودينتي مركال لقوقو أدقفك أقول حيد وأدكو أفسر يسون متكلا ودينك قولها أدكو أفسر يسوي مركال وبيع إيوا مركال استيفاء خلافك نوع عاسي حدي خلافك أسل كيسا وحا لغير هذا أنا وحمي لكن لأن خلاف لفظي يبع لغير هذا حديا ايديه ثمره اي مسائل كدلنيان خلاف حقيقي بل ولا خلاف حقيقي ودي منهاج هي تنبيه هي كتب دي كره ان ايي كو سو ارغني مركا درس قال انو جوج والله اعلم.